بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ إن شاء الله كورس تعليم أساسيات ميكانيكس. قول أول حاجة، إيه يفرق إيه الكورس ده عن الكورسات التانية؟ أو أنا عملت الكورس ده ليه؟ أولا لأن المصادر العربي قليلة ومعظم المصادر إنجليش. ثانيا، المصادر العربي فيه جزء ناس مركزين على الجزء بتاع الأوامر، وفي ناس بتركز على وهي بتشرح بتركز على الأدفانتج أو مزايا لينكس بغض النظر عن عيوبه. في الكورس ده إن شاء الله هنركز شوية، هنشوف جانب من عيوب لينكس، وهنركز على جزء المشاكل اللي بتقابل الناس في وقت التصديق أو في بداية ما بتستخدم لينكس لأول مرة. في البداية هنبدأ بالهيستوري، تاريخ لينكس اتعمل ازاي، مين اللي عمله، عشان طبعا حق الناس اللي عملت الاوبريتنج سيستم ده ما يضيعش. وكمان القصة فيها حاجة، شوية حاجات كده لازم نعرفها. أول حاجة، قبل الكرييشن، قبل ما الاوبريتنج سيستم ده يتواجد أو يتعمل، كان في اوبريتنج سيستم مسيطر على الدنيا خالص، اللي هو اليونكس. يونكس ده كان اكتر اوبريتنج سيستم مستخدم في الوقت ده. الحكاية دي تقريبا كانت في الثمانينات، مش فاكر التاريخ كويس يعني، او هو مش مهم التاريخ، المهم تعرف القصة جت ازاي يعني. بس هي كانت في الثمانينات، كان في اوبريتنج سيستم اسمه يونكس، كان كل الناس بتستخدمه، كان كويس، وكان هو افضل اوبريتنج سيستم في الوقت ده، ويعتبر الوحيد، لان الويندوز برضو كان لسه في البدايات. كان مسموح لاي حد باستخدامه، مش المفروض يشتروه، مش المفروض يدفعوا عليه لايسنس يعني، حد يشتري لايسنس يعني. وكان مستخدم في كل حتة، في التعليم، حتى في الجامعات والمدارس، وفي كل حتة كان مستخدم لينكس. كان بتاع الشركة أو اللي عملته الشركة، اسمها AT&T. جيت في يوم الشركة دي seeks for money، يعني طلبت غرامات على النظام ده، أو فرضت على الناس إن هي تشتري لايسنس. بقى هو بدل ما الناس كانت بتستخدمه كده، مش بيدفعوا عليه فلوس او كده، ففرضت على الناس ان هي تشتري لايسنس. طبعا الناس ما عجبهاش الوضع، وبدأوا يغضبوا، وافتكروا ان طبعا هما كانوا بيعملوا ماركتينج للاوبريتنج سيستم. وبعد كده جابوا الناس، بدأوا اعتمد لما استنوا لما الناس اعتمدت على الاوبريتنج سيستم وما تقدرش تستغنى عنه، وفرضوا الفلوس عليهم. ايه بعد كده؟ ريتشارد ستولمان. ريتشارد ستولمان ده واحد من الناس اللي اتضايقت برضو بسبب هو كان بيستخدم اليونكس طبعا، فاتضايق جدا بسبب اللي عملته الشركة AT&T. أولا نعرف هو مين ده، أو بيشتغل فين. ريتشارد ستولمان ده كان بروفيسور في مختبرات الـ Artificial Intelligence في معهد MIT. طبعا غضب من اللي حصل، وفكر
يعمل اوبريتنج سيستم. اول حاجه عملها عمل حاجه اسمها السوفت فري سوفت وير فاونديشن. دي مؤسسه او منظمه كان بيجمع المبرمجين او ديفلوبرز من حول العالم، يعني عشان يساعدوه في ان هو يعمل اوبريتنج سيستم جديد مفتوح، بحيث ما يفرضوش على الناس غرامات في استخدامه زي اليونكس. قلنا قرر انه يعمل اوبريتنج سيستم وهيسميه جي ان يو او جنو. ايه جنو دي؟ يعني جنو نوت يونكس. طبعا هو عامله عشان يرد على شركة اي تي ان تي، يتحدى باليونكس بحيث الناس تستخدمه وما تستخدمش اليونكس. فهو حب يسميه جي ان يو، جنو نوت يونكس. اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه ريكيرسيف اكرونوم، او اختصار تكراري، يعني ان انا بحط اي حرف في الاول، اي حرف في الاول، وبعدين بقيت اول حرف من كل كلمة في الاسم اللي انا عملته، اللي هو نوت يونكس، جي نوت يونكس او جنو نوت يونكس. ما علينا، مش الموضوع. بس بعد كده بدأ فعلا يعمل في الاوبريتنج سيستم هو المبرمجين اللي جمعهم. طبعا في ناس كتير حبت تساعده، فكلهم جم يعملوا مع الاوبريتنج سيستم. حقق تقدم كبير وعمل جزء كبير من الاوبريتنج سيستم، بس فشل يعمل حاجة أهم حاجة في الأوبريتنج سيستم، اللي هو الكيرنل. الأوبريتنج سيستم بيتكون من كيرنل وشوية برامج مساعدة تانية. الكيرنل ده زي ما هو نواة النظام، أو أهم حاجة في الأوبريتنج سيستم. كان عنده مشكلة في إن هو ينفذها، ما قدرش يعملها. وقف فترة ما كانش قادر يكمل البروجكت بتاعه، لحد ما ظهر لنا سوبرمان، لينس تورفالدز. ده الأول هو طالب فنلندي، من فنلندا يعني. قرر يساعدهم، كان طالب لسه في الجامعة، وقرر يساعدهم في ان هم يعملوا الاوبريتنج سيستم ده، وان هو اللي يعمل النواة بتاع الاوبريتنج سيستم، او الكيرنل بتاع الاوبريتنج سيستم. فعلا نجح في ان هو يعمل الكيرنل، وطبعا لينكس قريبة من لينس، نفس الاسم باختلاف حرف واحد، هنا اس وهنا اكس. طبعا لينكس دي جاية من اسم لينس تورفالز، ان هو اللي انقذ النظام، وهو اللي عمل اهم جزء في النظام اللي هو الكيرنل. طبعا لينكس دي احنا بنطلقها على النظام كله، على الاوبريتنج سيستم كله بنقول عليه لينكس، بس هو ما اسموش لينكس، ده هو الكيرنل بس هو اللي اسمه لينكس. يعني لينس تورفالز لما عمل الكيرنل سماه لينكس، ما سماش الاوبريتنج سيستم كله لينكس. طبعا الاوبريتنج سيستم كله كان لما ريتشارد ستولمان بدأ البروجكت بتاعه، قال هنسميه جنو او جي ان يو. طبعا حصل تغيير لما انضم لهم لينس تورفالدز. طبعا الكيرنل من لينس، وبقية البرامج المساعدة من السولمان والتيم بتاعه، نجحوا في عمل الاوبريتنج سيستم. سموا
البروجكت كله او الاوبريتنج سيستم في النهاية سموه جنو لينكس. يعني الاوبريتنج سيستم اللي احنا عارفينه النهارده ده اللي احنا بنقول عليه لينكس اسمه جنو لينكس، مش لينكس بس، لينكس ده اسم الكيرنل اللي عمله لينكس. نيجي بعد ال بعد ما اتعمل ال operating system ده، طبعا هو حقق أهدافه وحقق أكتر من أهدافه كمان، إن هو اليونكس ده خلاص يعني مات، إن الناس فرضوا غرامات وريتشارد ستولمان رد عليهم رد جامد يعني هو ولينس توربلز بال operating system الجديد. طبعا مش محتاجين اليونكس في حاجة، طبعا قل خالص، لإحنا لحد النهاردة يمكن قليل أوي اللي يسمع عن اليونكس، ما عادش ليه أثر خالص. طبعا ديفلوبرز كتير من جميع أنحاء العالم بيساعدوا في إن هم طبعا هو أوبن سورس والكود بتاعه كله يقدر يشوفه، كله يقدر يعني يعدل فيه، فأي ثغرة بتظهر أو أي بج في السيستم بيحصل يتم تصليحه في أسرع وقت، لأن كل الديفلوبرز بتاع العالم يقدروا يعدلوا في الكود بتاعه. طبعا شركات كتير أخذت الكود بتاع اللينكس ده، طبعا هم عملوه أوبن سورس، كله يقدر يستخدمه. شركات كتير أخذت الكود ده وعدلت عليه وعملت منه ديستريبيوشنز تانية. في كام ديستريبيوشن من اللينكس؟ في مئات الديستريبيوشنز كتير، يعني مش قليل. بعض الأمثلة منهم زي أوبونتو وكالي لينكس وفيدورا ومنت والريد هات والأرك لينكس، في كتير غير كده بس دول أشهر التوزيعات. كده نكون خلصنا الجزء بتاع الهيستوري. شكرا.